السلام عليكم كل من تيشوف هذا الفيديو، تنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم عندنا واحد الوصفة لحرق قلب الحبيب أو الزوج أو الخطيب، سواء كان بعيد ولا قريب. هاد الوصفة درناها نزولا عن طلب بزاف ديال الأخوات، راها زوينة ومجربة وتتصدق لكل شيء، حتى اللي ما تيصدقش ليها الشمع. تبع الخطوات وعتنجح ليها الوصفة ديالنا. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو المكونات ديال هاد الوصفة. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو، عندنا الشمعة، عندنا البزار او كاين اللي تيقول ليه الفلفل الاسود، وعندنا زيت الزيتون، وعندنا إبرة جديدة، وعندنا صورة ديال الشخص، صورة ديال الزوج او الحبيب او الشخص اللي غنخدمو ليه، والإبرة تكون جديدة. اول حاجة غناخدو الشمعة، غنكتبو اسم الشخص فلان، ابن فلانة، وعنجي تحتها وعندير الاسم ديال السيدة اللي غدير العمل، فلانة بنت فلانة. سميتك انتي طبعا، فلان تكون تحتها فلانة، وابن تحتها بنت، وفلانة، يجيو الاسماء تحت بعضياتهم بهاد الشكل هكا. وملي نكتبو هاد الاسماء نشرطو الشمعة كاملة بهاد الطريقة هادي، الشمعة كلها، ونحاولوا ما نقيسوش الاسماء اللي كتبنا، لا ما نقيسوهم، غير بهالطريقة هذه الشمعة كلها تشرط. الإبرة تكون جديدة عفاكم، عندكم ديروا إبرة تكون قديمة. صافي، من بعد ما نديروها بهذه الطريقة غندهنوها بزيت الزيتون، صافي، ونرشو عليها بزار، البزار او الفلفل الاسود، كل واحد شنو تيسميه. من بعد نحطو الشمعة، نحطو الشمعة، نحطو شي حاجة ونقابلو معها التصويرة ديال الشخص، نقابلو معها التصويرة ونقراو هاد القراية. من بعد ما كتشعل الشمعة كنشعلوها وكنقابلو معها الصورة بهاد الطريقة، الصورة ديال المطلوب، تنقراو عليها هاد القراية، تتقولي انتي الشمعة وانا نقول لك لالا جمعة، مانيش نحرق فيك، راني نحرق قلب فلان ولد فلانة على قلب فلانة بنت فلانة. تقوليها 6 المرات، والسابعة، المرة السابعة تقولي انتي الشمعة وانا نقول لك لالا جمعة، وفلان ولد فلانة يبكي على فلانة بنت فلانة بالدمعة. هاد القراية انا غنخليها لكم في صندوق الوصف،
باش تاكدوا منها. المهم غتقراي عليها هاد القرايه 7 ديال المرات وخرجي وخليها تحرق والصوره مقابلاها. ومن الاحسن رشي حداها شويه ديال الحرمل. هاد الوصفه البنات ديروها لمده 7 ايام، واخا ما تكونش متابعه ماشي مشكل. غير واحد الحاجه البنات، ملي تكونوا تخدموا الشمع ضروري تكون نفسيه مزيانه ومرتاحه، والمظهر تهتموا به من الخارج باش تنجح معاكم الوصفات. وتنتمنى لكم التوفيق، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.